الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمتك ويكافي مزيد كرمك وفعنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واصل سخيمة قلبي اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يكي سيئها إلا أنت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ربي ادخلني مدخل صدق مخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي زدني علما اللهم إني أعوذ بك من العربة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني آمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم اجني من النار اللهم اجني من النار اللهم اجني من النار وادخلنا جنة الفردوس ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين